أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الآن وبداية هذه الفقرة من الشأن الدولي وتحديدا فرنسا. لليوم الثاني تواصل نقابات العمال في فرنسا إضرابها احتجاجا على خطة إصلاح نظام معاشات التقاعد، وذلك بعد مظاهرات واحتجاجات ضخمة في العاصمة باريس ومدن أخرى مثل مارسيليا وليون تسببت في شل شبكة النقل العام وإغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد. وتقول نقابات العمال إنها تعتزم الاستمرار في الإضراب إلى أن يتخلى الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة لإصلاح نظام معاشات التقاعد. عبر الهاتف ينضم إلينا أو تنضم إلينا من باريس دكتور جان مسيحة المفاوض العام لحزب التجمع الوطني الفرنسي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طيب دكتور جان، إذا يعني هناك وسائل الإعلام الأوروبية ويعني الأجنبية بكل صورها تناولت هذا الإضراب وشبهت يعني الوضع بالشلل الكامل لفرنسا، وهناك نية من النقابات لاستمرار هذا الإضراب. ما الأجواء في فرنسا وكيف يؤثر بالفعل هذا الإضراب على كل المؤسسات الفرنسية؟ هو إضراب عام، وامبارح كان في إلى جانب الإضراب العام مظاهرة كبيرة جمعت حوالي مليون فرنسي في شوارع فرنسا، ده يعني حدث تاريخي بالنسبة للعدد. وطبعا احنا لسه طالعين من حركة التستوترات الصفراء اللي شلت البلد كل يوم سبت بمظاهرات. فيعني احنا كحزب تجمع الوطني بنقول ان ايمانويل ماكرون غير ما عندوش اي مسؤولية سياسية بالنسبة للسلام المدني بتاع البلد. يعني المفروض كان بعد حركة التستوترات الصفراء يعني هدي اللعب شوية ويعني أخر بعض الإصلاحات اللي غير شعبية، لكن حاليا البلد كلها واقفة، يعني شبكة المواصلات واقفة. وطبعا انت حضرتك تعرفي أهمية المواصلات العامة في بلد زي فرنسا، ولا سيما في عاصمتها. فطبعا البلد واقفة، الناس كلها يعني معتكفة في منازلها، والشوارع فوق بعضيها طبعا ازدحام غير طبيعي ما شفناهوش قبل كده من زمان. فطبعا الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه يرسى لها، وده مسؤوليه الحكومه. يعني كانوا يقولوا في 2017 ان لو مارين لو بان هي اللي مسكت الحكم سوف يكون خلل اجتماعي، وفي ناس اتكلمت عن حرب اهليه. لما حضرتك تشوفي مناظر التظاهرات امبارح وقوات الامن، عشرات الالافات القوات الامن اللي بتجري ورا الناس اللي بتدمر واللي بتكسر، يعني في بعض الصور شو شاهدناها امبارح كانت يعني ممكن تستنتجي منها ان احنا ان فرنسا فعلا في حرب اهليه. وطبعا اللي بيحصل ده احنا يعني خبرنا عنه وحذرنا عنه في سنه 2017. وقلنا ايه اللي كان هيحصل على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي، وحاليا احنا بنشاهد كل اللي احنا قلنا عليه من سنتين. طيب دكتور جان، في يعني هل كان هناك بدائل لإيمانويل ماكرون في مسألة التقاعد وقانون التقاعد؟ لأنه الحقيقة أنه بعض الخبراء في الاقتصاد يشيرون إلى فكرة أنه هو مضطر لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، خصوصا وأن القوى الفاعلة في فرنسا أو نسبة الذين يعملون من الشباب في فرنسا تقريبا يعني 30 مليون من كل السكان، فإما أن يقوم ببعض الإجراءات الصعبة على المواطن الفرنسي أو يفتح باب الهجرة، وفي هذا الحال يعني سيواجه انتقادات كبيرة من الفرنسيين أنفسهم ومن اليمين أيضا. ما هو المشكلة الحل مش في الهجرة، لأن لو كان الحل في الهجرة كان كل المهاجرين اللي عندنا في فرنسا يشتغلوا. لكن لما حضرتك تشوفي للإحصائيات اللي طالعة، يعني نسبة البطالة عند المهاجرين ثلاث مرات أعلى من البطالة القومية. فطبعا لو في مشكلة من ناحية الناس اللي بتشتغل، طب ما نشغل في الأول المهاجرين اللي هم قاعدين بيستفادوا من مساعدات البلد قبل ما ندخل مهاجرين اخرين. لا، هو المشكله في يعني نشاط او انتعاش الاقتصاد الفرنسي الحالي. السياسه الماليه والسياسه النقديه لايمانويل ماكرون لا تسمح انها تنعش الاقتصاد الفرنسي لدرجه ان كل الناس
انها اللي تود ان تشتغل تشتغل. فلذلك على البطاله عاليه عند المواطنين الفرنسيين وعند اكثر المهاجرين، لا يرجع الى انتعاش او نشاط الاقتصاد الفرنسي. فاحنا الخطه بتاعتنا ان احنا ننعش الاقتصاد الفرنسي، لان طبعا لما الاقتصاد يبقى منتعش الاقتصاد بيخلق ثروات، وده يسمح ان احنا ان البلد تدفع كل اللي عليها من 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 الرواتب. وفي طبعا الحل الثاني اللي هو النسل، يعني عندك النسل هنا في فرنسا ضعيف جدا. صحيح. من عبر سياسه نسليه يعني تدعم العائلات انها تجيب مواليد، يعني فكره انه انخفاض نسبه المواليد في فرنسا وعزوف الشباب عن الانجاب كمان. بالظبط. واحنا نعتقد ان هم دول المشكلتين الجذريين للمعاشات. اول مشكله هي الانتعاش الاقتصادي، وطبعا نسبه البطاله العاليه دي لازم تقل، والحل الجذري الاخر هو النسل. فطبعا الاصلاح بتاع ماكرون ده اصلاح حسابي، يعني بيقول ان في عجوزات وعايز يحل هذه العجوزات يعني على ظهر الشعب وعلى ظهر الناس اللي هي بتكسب رواتب، في اطار ان الحياه المعيشه بقت غاليه جدا في فرنسا، يعني والناس دفعت كتير من بتدفع كتير من ضرائب، وبتدفع كتير في قوتها الشرائيه قلت. فلذلك احنا ما نقدرش ان يعني نزيد المجهود المالي للشعب الفرنسي في اطار الحاله الاجتماعيه. طيب حضرتك تحدثت عن انعاش الاقتصاد الفرنسي، ما الطرق التي من الممكن ان يقوم بها ماكرون في انعاش الاقتصاد الفرنسي في رايك؟ بص او حتى وفق خبراء اقتصاديين تم طرح رؤيتهم. يعني بصي انا دكتور في الاقتصاد اصلا، فممكن احدثك عن الموضوع. بصي مثلا السياسه الاقتصاديه بتاعت ترامب في امريكا دي، اولا وبصي كمان السياسه الماليه والسياسه الاقتصاديه بتاعت الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر. يعني انت عندك في لازم حمايه اقتصاديه للبلد. احنا عندنا مثلا في يعني صناعات كثيره بتختفي لان في منافسه من البلاد الاسيويه والبلاد الصينيه لا سيما، ومفيش اي حمايه، لان احنا عايشين لسه في عالم بتاع ماكرون اللي هو السوق بيحل كل حاجه. وطبعا ده ادى الى موت او تنحي صناعات كثيره في فرنسا على مدار السنين اللي فاتت. وطبعا ايمانويل ماكرون مش راضي يغير الموديل الاقتصادي ده ويتبع النظام الاقتصادي الجديد اللي اتبع في امريكا واللي اتبع في بلاد كتيرة واللي بيتبع في الصين ايضا وبيتبع في روسيا، ان احنا نحمي الاقتصاد بتاعنا وندي اولويه لصناعاتنا القوميه وندي اولويه للقوى العامله بتاعتنا. يعني بصي حضرتك في مصر مثلا زمان كان في صناعه الخشب وصناعه الموبيليا في دمياط. لما فتح اثناء الثمانينات فتح الحدود وفتحنا الراسماليه والسوق، ادى الى منافسه من الموبيليا الصينيه. لما تروحي حضرتك دمياط النهارده هتلاقي كل الصناعات والكوادر اللي كانوا بيفبركوا الموبيليا اللي كانت بتصطاد. حضرتك هنا بتقصد انه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سياسته الاقتصاديه يعني منفتحه بقدر كبير جدا، فلا تجعل يعني الاقتصاد الفرنسي ياخذ فرصته او ينمو بالشكل المطلوب او الشكل المأمول. هذا ما فهمته يعني. طيب ما كانت الاسباب اصلا لتدهور هذا الوضع دكتور جاني؟ يعني هل مثلا سياسات خارجيه، هل علاقات مع دول اوروبيه، ام الامر داخلي اكثر في فرنسا؟ يعني في حضرتك كذا حاجه. اول حاجه ان ماكرون بيعمق السياسات اللي هي طبقت في فرنسا على مدار ال 40 سنه اللي فاتت، فهو بيعمق يعني السياسه الليبراليه، سياسه الانفتاح اللي كانت موجوده بس هو فتحها زياده. ده اول شيء. ثاني شيء طبعا اوروبا نفسها، الاتحاد الاوروبي نفسه مقيد بسياسات ليبراليه ايضا، واحنا وفرنسا ماضيه اتفاقيات الاوروبيه ما تقدرش تخرج منها، والاتفاقيات الاوروبيه دي الليبراليه. وثالث حاجه طبعا الجو الدولي، يعني في تغير في السياسات الاقتصاديه الدوليه بتحمي الاقتصادات بتاعتها. فطبعا احنا لما تلاقي بلد هي الوحيده اللي مفتوحه او عده بلاد هم اللي مفتوحين وباقي العالم بيحمي نفسه، البلاد المفتوحه هي اللي بتخسر، وهو ده اللي بيحصل في فرنسا.
طيب ما السيناريوهات المتوقعة في هذا الإضراب دكتور جان؟ يعني من خلال رؤية حضرتك ومتابعتك للموقف. ما سمعت السؤال تفضل. نعم، السيناريوهات المتوقعة لمسيرة هذا الإضراب في الأيام القادمة من خلال متابعتك لما يحدث في فرنسا الآن. الموضوع طبعا من أخطر ما يكون، لأن طبعا ماكرون يعني لا يود أن يسحب الإصلاح بتاعه، وطبعا اللي بيحتكوا في الشوارع النقابات دي عندهم سياسات، يعني عندهم أنظمة معاشات خاصة. يعني في منهم بيطلعوا معاش مثلا هم عندهم 55 سنة أو 53 سنة، فطبعا الناس دي هتخسر جامد في الإصلاح بتاع ماكرون. فالناس دي مش عمرها ما هترضى انها يعني توافق على هذا الاصلاح. ايمانويل ماكرون نفسه طبعا مش هيتراجع، واثبت ان مش هيتراجع، او اذا تراجع ممكن هيدفع فلوس، ولو دفع فلوس من الماليه العامه، الماليه العامه دي احنا عندنا عجز 100% من المنتج القومي. فطبعا الحاله صعبه والحاله على حافه الهويه. طيب دكتور جان، اخيرا كان هناك يعني تعقيب او تحليل من البعض بفكره انه مع استمرار الاضراب واستمرار المظاهرات ربما يتراجع اصحاب النقابات، وايضا يعني لانهم الامر سيعود على الموظفين وعلى كل العاملين في فرنسا بالخطر وبالضرر اكثر، وربما يتراجعوا. وهناك طرح اخر يقول انه ماكرون نفسه ربما عندما يزداد او تزداد حاله الشلل في فرنسا يتراجع هو عن التقاعد او نظام التقاعد. حضرتك بتميل الى اي طرح؟ ما سمعتش اخر سؤالك، اسمحي لي. نعم، اسالك حضرتك تميل الى اي طرح، ان يتراجع ماكرون عن نظام التقاعد بسبب الشلل الذي تعاني منه فرنسا، ام يتراجع النقابات او تتراجع النقابات عن الاضراب بعد ان يتضرروا؟ يعني بصي، احنا كحزب تجمع وطني ومارين لوبين بتقول ان المفروض ان ماكرون يتراجع عن هذا الاصلاح، لان هذا الاصلاح ضد مصلحه الدوله، لان مش بس النقابات هي اللي مسؤولة. احنا بنطلب بتصويت ريفرندوم، يعني بنطلب باستفتاء على المشكلة دي. كل الشعب يصوت ويقول هو عايز ايه، لان كده ايمانويل ماكرون عمره ما يسحب. واحنا كل الضغط اللي حاصل على ايمانويل ماكرون على سياسته من ناحية النقابات ومن ناحية راسومبلمون ناسيونال الحزب التجمع الوطني، ان ماكرون يسحب الاصلاح ويدعو الشعب هو اللي يقرر. نعم، من خلال استفتاء هو عايز. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور جان مسيح المفوض العام لحزب التجمع الوطني الفرنسي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس.